شكرا على التواصل أيها الأخوة الكرام، على البركة والتوفيق. ينطلق هذا الشوط أيضا الشوط 11 في مجموعة أشواطنا المسائية، الأشواط الخاصة لأصحاب السمو والأمراء. أيضا على البركة والتوفيق، ينطلق مسيرة أخرى والشوط 11 والمركز الأول والصدارة الأولى خلال تواجد أيضا هنالك سلهود لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، وهنالك من هنالك طارش بن مبارك بالقوبع من يتواجد جنب هذا الشعار المميز، بينما هنالك سراب من وصل بقوه، سراب المملوك للشيخ زايد بن محمد بن بطي الحامد، وهنالك بالحول من يتواجد مع هذا الشعار، بينما شعار هجن الرياسه من يصل مع التحديات والاثاره والقوه. يا سلام، هنالك اسم مغرور واسم قوي يشاركنا لهجن الرياسه، بينما عمليه تضميره عند السيد مبارك بن احمد بن مايد الخيلي، وصول من مهل لهجن الرياسه، اي وايضا تضميره عند عيسى بن احمد بن مايد الخيلي، بينما هنالك القوه والاثاره والتحديات. هنالك ايضا عيسى بن سعيد بن عيسى الخيلي من يتابع التحديات مع مهل. يا سلام، بينما هنالك ند الحمر المملوك لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. الله 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 الله، هنالك من يتابع مع التحديات مع القوة والإثارة، طارش بن مبارك بالقوبع، بينما وصول وإثارة مع سلهود المملوك لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم. سعيد بن سالم الينيبي في عملية التضمير. أعود هنالك إلى الاسم القادم وإلى التحديات وإلى اسم مرعوش المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم سالم بن حمد بن هيان العامري في عملية التضمير، بينما هنالك وصول من اسم قوي واصل سلهود المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم سالم بن حمد بن هيان العامري. أعود إلى المقدمة، أعود إلى القوة والإثارة. هنالك بعد ذعتي للمركز خلال تواجد سلهود، أعود إلى المركز الأول وإلى الصدارة الأولى وإلى القوة والإثارة. يا سلام، يا هذا الاسم القوي، الاسم الرنان في مقدمة هذا الشوط القوي، سلهود في المقدمة، سلهود وهنالك الإثارة القوية والمتعة مع سلهود في مقدمة هذا الشوط المملوك لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، طارش بن مبارك بالقوبع في عملية التضمير. ولكن مهل 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 موصل مع التحديات، مهل المملوك لهجن الرياسة، وهنالك أبو سلطان عيسى بن سعيد الخيلي هذا المضمر الشهير من يحلق بمهل الآن إلى مقدمة الشوط، بينما هنالك من احتل المرتبة الثالثة فهنالك هياض المملوك لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل هيان نايم بن علي الغيلاني في عملية التضمير، بينما هنالك سراب وصل مع التحديات والإثارة المملوك للشيخ زايد بن محمد بن بطي الحامد. هنالك أيضا عملية التضمير، عملية تضميره عند السيد عبيد بن مبارك بالحول الحارثي، وصول أيضا من خلال تواجد سلهود المملوك لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم آل مكتوم. سعيد بن سالم الينيبي يقود مضمرا، وهنالك ايضا مغرور لهجن الرياسة والسيد مبارك بن احمد الخيلي في عملية التضمير، وصل هنالك رعد رعد مع التحديات، وصل بقوة لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي سهيل بن سالم العامري في عملية التضمير، وصل مرعوش المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم سالم بن حمد بن هيان العامري. اللهم هذه الأسماء القوية. هنالك ند الحمر المملوك لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، طارش بن مبارك بالقوبع في عملية التضمير، ولكن أعود مع مهل، أعود مع القوة،
اعود مع الاثارة. مهل في مقدمة الشوط، مهل على الصدارة الاولى، يقود لمن الزمول العمالقة الكبار. هنالك من سطرت حروفها من ذهب، من شاركت مشاركات مشرفة في عمرها الذي يستمر من سن المفاريد وحتى هذا العمر الكبير. هنالك مهل لهجن الرياسة وعيسى بن سعيد بن عيسى الخيلي، بينما هياض على المركز الثاني ايضا خطير، هياض على ثاني الاسماء. هنالك رأينا التحديات والاثارة في الشوط الذي انتهى قبل قليل. هذا هو هياض يشاركنا لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان ونايم بن علي الغيلاني ابو حمد. هنالك يتابع هياض، بينما ثالث الاسماء هنالك سلهود المملوك لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم آل مكتوم، وعملية ايضا تضميره. هنالك مع الاثارة والمتعة ايضا سعيد بن سالم الينيبي، وصول من مرعوش لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، سالم بن حمد بن هيان العامري، وصول ايضا وانطلاقة قوية مع رعد الذي يرعد بهذه التحديات المملوك لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي سهيل بن سالم العامري، بينما هنالك ند الحمر المملوك لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، طارش بن مبارك بالقوبع. انتقل نقلة جميلة الى الاسم القادم، هنالك سلهود المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، سالم بن حمد بن هيان العامري في عملية التضمير. اعود مع مهل، اعود مع القوة، كيلو 200 متر 1200 متر ما يفصلنا عن الناموس بقيادة مهل بقيادة مهل بقيادة مهل. يا سلام، هنالك هياض من بدأ بالضغوطات على مهل، مهل المملوك لهجن الرياسة وعيسى بن سعيد الخيالي في عملية التضمير. هنالك المركز الثاني، يا سلام يا سلام يا المركز الثاني، هنالك هياض المملوك لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان نايب بن علي الغيلاني، ولكن مغرور 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 وصل خطير مغرور على ثالث الاسماء المملوك لهجن الرياسة مبارك بن احمد بن مايد الخيلي، بينما هنالك سلهود لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم آل مكتوم، سعيد بن سالم الينيبي، والتحديات من خامس الاسماء مع مرعوش لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم. اعود الى المقدمة ال 500 متر النهائية، ومهل مهل ما شيء مهل، الله يا مهل الله يا مهل، الله يا الصدارة الله يا الخيلي الله يا الرئاسة في مقدمة هذا الشوط. هنالك مهل لهجن الرئاسة عيسى بن سعيد بن عيسى الخيلي، ولكن هنالك مغرور مغرور على المركز الثاني، مغرور على الصدارة الثانية لهجن الرئاسة ومبارك بن احمد بن مايد الخيلي. الناموس وين؟ هل هنالك مهل ام مغرور؟ مغرور ومهل، مهل الاقرب، مغرور يحاول، مغرور يحاول، ولكن مهل مهل. الاحرف ثلاثة والمعنى كبير، واكبر معنى هجن الرياسة، اكبر معنى ناموس هجن الرياسة، وكذلك لهذا المضمر عيسى بن سعيد الخيلي. المركز الثاني هنالك مغرور، والمركز الثالث هياض سمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد الهيان، رابعا هنالك مرعوش، وخامسا سلهود، الاثنين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والتهنئة للمضمر سالم بن حمد بن هيان العامري. تحية وإشادة وفوز وناموس لمالك ومضمر مهل. هكذا مشاهدينا الأعزاء، توقيت مهل من مخرجنا المميز، مهل صاحب المركز الأول لهجن الرياسة وعيسى بن سعيد الخيلي، تهانينا له والناموس على هذا الفوز ولحظات التسلل والانتصار. لحظات فوز مهل، هذه لحظات الإعادة، لحظات الفوز والانتصار من رحلة 6 كيلومترات. مهل صاحب الفوز والناموس، شكرا شكرا يا أبو سلطان على هذا الأداء، أداء مهل. هذه لحظات الإعادة حيث قطع المسافة في 10 دقائق 6 ثواني 6 أجزاء من الثانية. التهنئة أيضا لهجن الرياسة، بينما من احتل المركز الثاني فكانت عروضة أيضا رائعة. هنالك مغرور لهجن الرياسة، الشكر والاحترام والتقدير لمبارك بن أحمد بن مايد، 10:06 وأيضا توقيت هنالك 10:07 3 أجزاء من الثانية، بينما من احتل المركز هنالك الثالث فكان
هياض اسمه الشيخ زايد بن هزع بن زايد آل نهيان، والتهنئة لأبو حمد. توقيت 10:07 ثمانية أجزاء من الثانية. أيضا هذه هي الأشواط الثلاثة مع الشوط الأرقام الثلاثة الأولى المتقدمة. تهانينا والناموس للجميع.